بس كده بس الريكورد مش شايفين سكرين ولا لسه؟ اه شايفين. طيب حلو، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اخر حاجة اخدناها كانت البولر كوردينيتس صح كده؟ أوه. طيب ان شاء الله النهارده بقى يعني احنا خلاص كده يعتبر تقريبا خلصنا الدبل انتجرال، ناقص بس عليه شويه حته ابلكيشن بسيط كده هناخده بكره ان شاء الله. النهارده ان شاء الله هنبتدي بقى باخوك كبير شويه التريبل انتجرال. شايفين يا جماعه السكرين؟ اه تمام. اه تمام ده. حلو قوي تريبل انتجرال. طيب انا عايزكم بس نفتكر شوية حاجات كده، واحنا لما كان بيجيب لي دبل انتجرال كده مثلا اكس واي سكوير دي واي مثلا دي اكس مثلا ده من زيرو لحد اكس سكوير ومن زيرو لون، احنا كنا بنقول ان ده الكيرفس صح كده يا جماعة، ودي الباوندريز بتاعت مين بقى؟ الكيرفز والباوندريز بتوع مين؟ اكس بتاعت الواي والاكس اللي هما بتوع الدومين صح كده؟ صح كده يا جماعة ولا لأ؟ يعني أنا اه تمام الزيرو يا دكتور. والوان الزيرو والوان والزيرو والاكس سكويرد دول أنا بجيبهم من الدومين صح كده؟ اللي احنا كنا بنرسمه في الاكس واي بلين صح كده يا جماعه ولا لا؟ تمام يا دكتور. بالظبط كده. اه تمام حلو جدا. هو يعني مثلا كان هيبقى شكله عامل كده في المساله دي، هو من 0 ل 1 وكان بيبقى عندنا كده فيرتيكال ستريب كده وده الكيرف اللي هو واي ايكوال اكس سكوير. طيب ده بالنسبة للدبل انتجرال. طيب يعني كده الدومين بتاع الدبل انتجرال كان مرسوم في 2 دي صح كده يا جماعة؟ تمام يا دكتور. معلش المحاضرة بتتسجل. اه الريكورد شغال سامعني كده؟ تمام يا دكتور. بالنسبة بقى للتريبل انتجرال، لو أنا بقى عندي تريبل انتجرال مثلا لواي دي زد دي اكس دي واي تمام، الدومين بتاعي هنا يا جماعة مش هم دول؟ تمام. تمام اللي هو من زد 1 لزد 2 من x1 لx2 ومن y1 y2. طب هو كده لما يبقى الدومين في x و y و z يبقى الدومين بتاعي مرسوم فين يا جماعة؟ 3D. 3D الدومين بتاعي مرسوم في ال 3D. طب حلو قوي قوي قوي. طيب تعال نركز بقى مع بعض كده، وليكن مثلا ان الدومين بتاعي هو ما بين سطحين كده، مثلا عندي سطح تحت وسطح كده فوق، دومين ما بينهم الحته دي تمام، الحته اللي ما بينهم شايفين كده يا جماعه؟ تمام حلو جدا. طيب اول حاجه عشان تحط اللي هي الزد 1 والزد 2 والاكس 1 والاكس 2 والواي 2 والواي 1 والواي 2، عايزك تركز بقى معايا على حاجه مهمه جدا. اول حاجه خلي بالك قبل كده كنا بنقول ان الاولاني ده كان الكيرفز والتاني ده الباوندرز صح كده، اللي هم بتوع الاكس والواي تمام. تمام طيب تعالى بقى ركز معايا في نقطه مهمه دلوقتي بقى، الزد 1 والزد 2 دول السيرفيسز
اللي فوق واللي تحت. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو ده السيرفس اللي فوق يبقى ده زد 2، وده السيرفس اللي تحت يبقى ده زد 1. تمام كده؟ يعني انا كده بتخيل بقى بدل ما كان عندي الستريب بتاعتي كانت زمان كانت دي اكس ودي واي، لا ده المره دي. تمام يا دكتور. طيب حلو قوي. يبقى انا دلوقتي الاول هتحرك في الزد حتى انا بادئ بيه، تمام؟ فهتحرك الزد من فين لفين؟ من زد 1 لزد 2. زد 1 لزد 2. يبقى الزد 1 ده دي الايكويشن بتاعت السيرفس الاولاني اللي هو اللي تحت، والزد 2 دي الايكويشن بتاعت السيرفس الثاني اللي هو فوق. طيب بعد ما جبت زد 1 وزد 2 اعمل ايه بالظبط؟ هو زد 1 وزد 2 دول في الدايركشن بتاع الزد ولا الاكس ولا الواي؟ في الدايركشن الاكس. زد بالبوزيتيف والنيجاتيف بالظبط كده. احنا كده في الدايركشن بتاع الزد، هعمل بروجكشن في الدايركشن بتاع الزد. يعني لما اجي ابص كده من فوق يا جماعه هشوف ايه بالظبط؟ يعني مثلا لو عندي سلندر كده اهو، ده اكس وده واي وده زد، وجيت ابص كده من فوق المفروض اشوف ايه؟ البروجكشن بتاعي هو سيركل. سيركل المفروض ان انا هشوف البروجكشن بتاعه سيركل. ده في انهي بلين؟ اكس واي. الاكس واي. الاكس واي. تمام كده حلو قوي. يبقى انا دلوقتي المفروض بقى اكس 1 واي 1 دول هجيبهم منين؟ من البروجكشن ان دايركشن اوف زد. تمام كده يا جماعه؟ تمام يا شباب. يعني انا هجيب دول من هنا. وصلنا يا جماعه للنقطه دي؟ وصلت ولا لسه؟ اه تمام. تمام واضحه يا شباب؟ دكتور يعني الدايركشن بتاعت الزد دي بتبقى انا هقول لك على حاجه بقى. سواي بلين هو انت. ايوه بالظبط كده. هقول لك على حاجه بسيطه. طب افرض ان واحد كان عامل بقى ايه؟ دي اكس دي واي دي زد. يبقى السيرفيسز بتاعتي في الاكس ولا الواي ولا الزد؟ الاكس. اكس. في الاكس. تمام كده. دي السيرفيسز بتاعتي. تمام؟ بقيت الدومين بتاعي مرسوم فين؟ في الواي زد. في الواي زد. تمام كده؟ يبقى انا همسك السيرفيسز بتاعتي اللي هي موجوده في الدايركشن بتاع الاكس. تمام؟ يعني انا لو جيت ابص عليها مثلا في رسم زي كده مثلا، اسمع لك اهي، ادي اكس وادي واي وادي زد، وليكن مثلا عندي الشكل ده. فاكرين يا جماعه الشكل ده اللي هو الهايبربلويد اوف وان شيت؟ اه يا دكتور. تمام حلو قوي. المفروض ان انا هجيب الايكويشن بتاعت اكس 2 اللي هي هنا واكس 1 اللي هي ورا. تمام كده. وبقيه الدومين بتاعي اللي هو في الواي زد بلين اللي هو ده هعمل ايه؟ هقوم عامل بروجكشن في الدايركشن بتاع اكس عشان اشوف شكل الدومين فين بقى؟ في الواي زد بلين. واي زد بلين. تمام كده. بصيت يا شباب؟ اه تمام. اه تمام. تمام. وصلت الفكرة الدنيا ماشية ازاي؟ تمام. اه تمام. طيب تعالوا بقى بالراحة نحل مسألة. موضوع بسيط على فكرة، هو دبل انتجرال. طالما انت فهمت الدبل انتجرال انت بالنسبة لك التريبل انتجرال ده حاجة يعني ايه عادية خالص. بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي عندي مسألة كده تريبل انتجرال على فوليوم بقى المرة دي.
تمام. احنا اتفقنا ان هو دلوقتي احنا بنعمل تريبل انتجرال على هو في الاكس واي زد بلين، الدومين بتاعي في الاكس والواي والزد، يبقى الدومين بتاعي اللي هو مين اللي هو بالاصفر اللي قدامنا ده، ده الدومين. تمام يا شباب، يبقى الدومين بتاعي المره دي في الاكس واي بلين ولا الاكس والواي والزد اللي هو في الـ في السبيس. يا شباب في السبيس، في السبيس. تمام. طيب يعني دلوقتي انا عندي تريبل انتجرال اهو، واي دي فوليوم، تمام كده. بيقول لي ايه بقى الدي فوليوم دي؟ ممكن تبقى دي اكس دي واي دي زد، ممكن تبقى دي واي دي اكس دي زد، اخر احتمال دي زد دي اكس دي واي. تمام يا شباب؟ تمام يا شباب. دكتور، هي الشاشه، هي الشاشه عندي ثابته كده اللي هي عندنا صح؟ يعني انا الشاشه عندي ما اتغيرتش، انا لحد دلوقتي في الصوره بتاعه التكمل الاولاني. طب حاول تخرج وتدخل تاني كده. هي دي ثالث مره ادخل. ماشي تمام، حاضر. اطلعها بس بالراحه. طيب بيقول لي يا جماعه بقى، بيقول لي ان الاي ده ماله بقى؟ يقول له ان هو سبسكرايب ما بين البلينز اكس ايكوال 0 واي ايكوال 0 وزد ايكوال 0. تمام، ومعاه البلين برضو الثانيه بيقفل بيها 2x بلس 2y بلس زد ايكوال 4. طيب البلين يا جماعه تعالى نرسم كده بالراحه. ادي ده اكس وادي ده واي وادي ده زد. فين البلين اكس ايكوال 0 يا جماعه؟ واي زد بلين. واي بلين واي زد. ده الواي زد بلين. حلو، اللي هي دي البلين اكس ايكوال 0. فين البلين اللي هي واي ايكوال 0؟ الاكس زد بلين. تمام، وفين البلين زد ايكوال 0؟ اللي هي دي. تمام، ودي بلين انكلايند ولا عاديه؟ مايله ولا لا؟ لا انكلايند. تمام انكلايند. طيب قول لي عشان نجيب البلين دي بنرسمها بسرعه. قلت لك هات الايكويشن بتاعتها اللي هي 2x بلس 2y بلس z ايكوال 4، وخلي ال 4 دي ب 1 يعني اعمل ديفايدد 4، يبقى x ديفايدد 2 بلس y ديفايدد 2 بلس z ديفايدد 4 ايكوال 1. ده الانترسكشن مع x، ده الانترسكشن مع y، ده الانترسكشن مع z. تمام، يبقى عند الاكس هنا في 2 اهي، عند الواي هنا في 2، عند الزد هنا في 4. ووصل ما بين، ثانية واحدة، ووصل ما بين الثلاث نقط. تمام كده يا شباب؟ تمام تمام. حلو، هو بيقول ان الفوليوم ما بين البلين اكس ايكوال 0 والواي ايكوال 0 والزد ايكوال 0 والبلين المايله، يبقى الدومين بتاعي يا جماعه فين مكانه؟ حته الهرم ده. ايوه بالظبط كده، الهرم اللي جوه ده. تمام، واضحه يا شباب؟ تمام. هو تمام يا دكتور. طيب حلوه حلوه. طيب هو اسهل لي ايه بقى؟ دايما اسهل لي ان انا ابتدي بالزد وبعد كده ركز على اكس والواي، صح كده ولا لا يا جماعه؟ تمام تمام. طيب حاجه، بص كده اهو، متخيل كده زي ما قلت لكم كده يا جماعه، ادي ده دي واي وده دي اكس وده دي زد. هو اشمعنى ابدا بالزد؟ ايه؟ مش فارقه على فكره. هو اشمعنى ابدا بالزد؟ لا لا مش فارقه خالص، ممكن ابتدي باكس واطلع نفس النتيجه، ممكن ابتدي بواي واطلع نفس النتيجه، واخد بالك؟ لان انت لو جيت تبص من ناحيه اكس او واي او زد هم كلهم شبه بعض الهرم ده، صح كده ولا لا؟
اهو تمام مش فرق كلهم شبه بعض. طيب انا مثلا لو جيت ابتديت مثلا تخيل ان في نقطة كده في النص هنا تمام، النقطة دي انا بتحرك فيها الاول مثلا انا هبتدي بالزد يبقى هتحرك في الدايركشن بتاع الزد اهو، خبطت فوق في البلين المايلة وخبطت تحت فين بقى؟ خبطت فوق فين؟ خبطت تحت زد بزيرو، زد بزيرو وخبطت فوق في البلين المايلة اللي هي زد تو ايكوال كام بقى البلين دي؟ اجيبها من هنا 4 اكس ناقص 2 واي بالظبط كده، يعني الزد 4 ناقص 2 اكس ناقص 2 واي صح كده؟ تمام كده؟ تمام تمام كده تمام كده يا شباب. طيب انا كده خلاص جبت التو زدز تمام، قلت لك بعد كده ببتدي ابص في الدايركشن بتاع مين، انا بدات بالزد يبقى هبص في الدايركشن بتاع الزد صح كده. طيب لما اجي ابص من فوق كده المفروض اشوف ايه؟ يا شباب المفروض اشوف ايه؟ تريانجل. تريانجل المفروض ان انا اشوف التريانجل ده صح كده؟ شايفين ايه ده يا جماعه؟ المفروض ان انا اشوف التريانجل ده اه اللي بالازرق صح كده؟ طيب لما اجي ابص عليه بقى كده تعالى نرسمه في الاكس واي بلين عشان ما تتلخبطش، ركز كده معايا اهو، ادي ده الاكس وادي الواي تمام. في الاكس هو الانترسكشن بتاعي فين؟ عند 2 عند الاثنين عند 2 عند الاثنين 2 في الواي و2 في الاكس وعند واي 2 2 برضه الاثنين برضه تمام، ووصل ما بينهم يبقى ده الخط اهو، يبقى المفروض اكمل الدومين بانه حته الحته اللي جوه صح كده؟ تمام تمام حلو قوي. انا دلوقتي خلاص ادي الدبل انتجرال التريبل انتجرال بتاعي اهو، اركز معايا كده هو واي اهو، قلنا هنبتدي بالدي زد وبعد كده بقى لسه هنشوف هنعمل ايه تمام، وقلنا ان بديه من زد 1 اللي هي بزيرو لحد زد 2 اللي هي ب 4 ماينس 2 اكس ماينس 2 تمام كده. دايما بحط الزد اللي تحت الاول وبعد كده الزد اللي فوق احطها فوق تمام كده. دكتور معلش هي الواي دي ايه الفانكشن نفسها؟ الفانكشن نفسها هو اداني جيفن كده اه تمام تمام يا شباب. طيب انا خلاص جبت من زد 1 لحد زد 2 تمام، بعد ما جبت من زد 1 لحد زد 2 المفروض ان انا يا اما احط دي اكس دي واي يا اما دي واي دي اكس، دي هتتعامل معاها زي الدبل انتجر وده شكل الدومين بتاعه تمام. طيب الشكل اللي قدامي ده في الدبل انتجرال كنا دايما بنتخيل كده ان انا عندي دي اكس وادي دي واي اهو تمام، اللي هي جوه ابتدي الاول في الدايركشن بتاع واي ولا في الدايركشن بتاع اكس ولا مش فارقه؟ المفروض مش هتفرق بس الترتيب اللي انا اشتغل بيه هو اللي هيحدد لي الدي اكس دي واي بالظبط كده، هي مش فارقه. طب تحبوا نبتدي بانه واي اكس دي واي؟ نبتدي في الدايركشن بتاع الواي ولا الدايركشن بتاع اكس الاول؟ الواي الاكس بتاع الاكس بتاع الاكس ماشي، تعال نجرب الاكس ماشي، اديني بدات اهو بنقطه جوه واتحركت في الدايركشن بتاع اكس اهو. الاكس الاولانيه دي اكس 1 بكام؟ مش ده الواي اكس؟ زيرو زيرو زيرو. والاكس الثانيه اهو اكس 2 دي بكام يا جماعه؟ هو الخط المايل ده 2 المفروض واي. ركز ركز بس معايا، هو دي الخط ده مش ده جاي من البلين المايله 4 2 ناقص نيجاتيف واي المفروض. ثانيه واحده يا جماعه، مش الخط الخط ده نفسه المايل جاي من البلين المايله؟
بالظبط مش ده الانترسكشن بتاع البلين المايله مع الاكس واي بلين؟ يبقى زد بصفر. تمام. الاكس واي بلين اصلا الزد بتاعها بزيرو، فانا هحل المعادله دي مع معادله الزد ايكوال زيرو، يعني اعوض بزد ايكوال زيرو فيها هتديني الانترسكشن. يبقى دلوقتي عشان اجيب الخط المايل ده يبقى 2x plus 2y plus z equal 4 احلها مع z equal 0 الاثنين مع بعض، يعني عوض بz equal 0 يبقى 2x plus 2y equal 4. دي الايكويشن بتاعت مين؟ بتاعت الخط المايل، صح كده؟ تمام. تمام. يبقى من هنا x plus y equal كام؟ 2. تمام. يبقى الاكس اللي انا بدور عليها ايكوال كام؟ 2 ماينس 4. يبقى انا هنا بادئ من x1 ايكوال 0 x2 ايكوالز 2 ماينس 1. طب انا خلاص عملت الهوريزونتال ستريب دي، تمام، هتحرك بيها فوق وتحت من y ايكوال كام لحد y ايكوال كام؟ 0 2 0 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
تمام كده؟ تمام تمام يا شباب. طيب التريبل انتجرال بيتحل ازاي؟ بيتحل بالظبط زي الدبل انتجرال. يبقى انا هعمل ازاي؟ انا هكتبه لك تاني اهو. الانتجرال بتاعي بدا اهو، اكتبه بقى خلاص على نظافه. ده من 0 لحد 2 ومن 0 لحد 2 ماينس واي، والاخير من 0 لحد 4 ماينس 2 اكس ماينس 2 واي، وعندي واي اهي، وبادئ بالدي زد وبعد كده دي اكس وبعد كده دي واي. تمام. طيب اول انتجرال عندي اللي هو ده، تاني انتجرال اللي هو بالنسبه لاكس، تالت انتجرال اللي هو بالنسبه لواي. تمام كده. تمام. طيب تعالوا نحله بالراحه. يبقى انتجرال الاولاني 0 لحد 2، انتجرال من 0 لحد 2 ماينس واي، الواي دي زد، انتجريشن واي بالنسبه لدي زد ولا حاجه، يبقى الواي هيبقى كونستنت، والزد انتجريشن دي زد بزد من 0 لحد 4 ماينس 2 اكس ماينس 2 واي، وبعد كده دي اكس دي واي. حد عنده مشكله لحد دلوقتي؟ لا تمام. لا لا تمام. طيب هعوض عن الزد. تمام. يبقى انتجريشن من 0 لحد 2، انتجريشن من 0 لحد 2 ماينس واي، هاجي اعوض بالزد، افتح براكت كده اهو، هيبقى 4 ماينس 2 اكس ماينس 2 واي، المفروض ماينس 0 ملوش لازمه، دي اكس دي واي. هعمل انتجريشن للي قدامي ده بالنسبه لمين؟ اكس بالنسبه لاكس. تمام. ادي 0 وادي 2، عمل انتجريشن بالنسبه لاكس، يعني الواي ده يعتبر كونستنت. ادي 4 اكس تمام ماينس اكس سكوير ماينس 2 اكس واي، واعوض مره باكس 1 ايكوال 0 واكس 2 ايكوال 2 ماينس واي دي واي. تمام كده يا شباب. تمام. تمام. لما تيجي تحلها بقى وتعيش حياتك شويه كده، يعني هي رخمه شويه يا جماعه، هي لما تيجي تظبطها بقى هتلاقيها ثيرد من 0 لحد 2 2 ماينس اكس باور 3 دي اكس، هتيجي في الاخر تحلها هتلاقيها 4 اوفر 3. تمام. وصلت الشباب النقطه دي؟ تمام. دي واي بقى. اه تمام يا دكتور، المفروض تكون دي واي. هي دي لو عموما، هي عشان بس ايه، هي دي لو انت كنت بادئ بال بدل بال يعني لو انت كنت بالواي الاول، يعني
تمام، بس هي طلع نفس النتيجه في الاخر نفس يعني هو في سؤال بس لو في ام سي كيو هيديني ناتج رقم في الاخير وانا متاكد هو 4 3 صح. ايوه بالظبط كده. تمام تمام، تعالوا بقى ركزوا معايا كده، تعالوا ناخد مساله تانية. قبل ما ننزل على المساله التانية كده، هو انا مثلا وانا شغال في المساله دي، انا اشتغلت في المساله دي كارتيزيان صح كده؟ ايوه شباب. تمام. طب افرض انا بقى لما جيت، هو الفكره هنا بقى لما تجيب البروجكشن، هنا البروجكشن لما جيت طلع مثلث اللي قدامي ده، شايفينه المثلث ده؟ طيب المثلث اللي قدامي ده كان سهل ان انا احله كارتيزيان. طب افرض انا بقى مساله تانية، تعالى بقى ركز كده معايا، بيقول لي find the volume enclosed by a cylinder x square plus y square equal 9 and planes y of that. طيب سامعني؟ سامعينك شايفين. تمام تمام. طيب تعالوا كده بالراحه، بيقول لي هات لي الفوليوم انكلوزد باي سلندر تمام والبلينز دول. هي البلين دي يا جماعه عدله ولا مايله؟ واحد وواحد. على افكرك كده بشكلها عامله ازاي؟ فكرك بالشكل دي الاثنين عدلين. تعالى بالراحه كده، شكل البلين زد كل وانا اهو بالراحه كده، ادي ده اكس وادي واي وادي زد، شكله عامل ازاي البلين زد كولون؟ parallel للاكس واي بلين. تمام، ادي ده البلين اللي هو زد كولون parallel للاكس واي بلين، وعمل انترسكشن مع الزد اكسس 1. البلين بقى واي بلس زد ايكوال 1، ادي اكس وادي واي وادي الزد اهو. البلين واي بلس زد ايكوال 5، شكله عامل ازاي يا جماعه؟ هو هيقطع الزد والواي بس مش هيجي عند الاكس في الزد واي بلين كده. بالظبط كده، لو انت عايز ترسمه بسرعه زي البلين اللي كنت رسمتها لك فوق، البلين اللي رسمتها لك فوق عملت ديفايد كام؟ خلي الكونستنت بقرب 1. خليته ب 1 صح كده؟ فما تخليه هنا ب 1، يبقى واي ديفايدد 5 بلس زد divided 5 equal 1. يبقى هو عامل intersection في الواي عند ال 5 وعامل intersection في الزد عند ال 5. تمام، ادي البلين. تمام، هل في المعادله في اكس؟ لا لا مفيش. لا يبقى هو ماشي parallel للاكس. في كده في المعادله بتاع السلندر في اكس. تمام، ده بس السلندر دي انا بستخدمها امتى؟ لما يكون عندي كيرف، انما دي ايكويشن لاين. تمام، تمام تمام، تفرق يعني. يعني لما تلاقي عندك واي ايكوال اكس سكوير، واي ايكوال 1 على اكس، حاجات دي. تمام، طيب هو نفس الكونسبت يعني. فكده احنا عندنا لين مايل وبلين عدل بارل للاكس واي صح كده؟ تمام. وعندنا سلندر، السلندر دي شكلها عامله ازاي يا جماعه؟ مرسومه ازاي؟ هي اكس بتاعها الزد على الزد اكسس. بالظبط، يبقى ده اكس وادي واي وادي الزد، شكلها عامل كده.
صح كده؟ تمام. طيب هو بيقول لي الفوليوم جوه السلندر، جوه السلندر هو تمام، يعني هنا في الحته اللي جوه دي مش برا يعني. طيب وماله بقى؟ بيقول ان هو مقفول بالتو بلينز. طيب مقفول بالبلين زد كل 1 اهو، ادي البلين زد كل 1 اهي تمام، ومقفول بالبلين المايله فين بقى؟ اكس ايكوال 3. طيب السؤال هنا بقى، هو ريديوس، الريديوس ده يا جماعه الريديوس ده بكام؟ هو المفروض ان انا كده يا دكتور عايز الفوليوم بتاعي يكون مثلث من بدايه الاكس اكسس. تمام مش هتفضل ثانيه واحده، الريديوس ده بكام؟ 1 الريديوس بتاع السلندر 3. طيب حلو قوي 3. والبلين المايل ده عامل انترسكشن عند فين؟ 5 عند 5 عند 5 يعني بعديه هنا كده صح كده؟ تمام. يعني الشكل بتاعه عامل ازاي بقى؟ اوريك الشكل عامل ازاي. المفروض ان الدايره هتقطع على بعد 3 من الخط المايل بالظبط كده، هتلاقي شكله عامل ازاي؟ الفوليوم ليه سمك في الواي صح؟ بالظبط، هيبقى شكله عامل ازاي بقى؟ يعني مش هيقطع عند الواي بالظبط، هيبقى شكله عامل كده وهيبقى شبه منحرف عامة في البروجيكشن. ايوه بالظبط. تخيلتوا الشكل يا جماعة؟ تخيلتوا الشكل عامل ازاي ولا لسه؟ تمام يا دكتور. وده الريديوس بكام ده؟ 3. الريديوس ب3 تمام كده؟ طيب وده البلين اللي هو زد ايكوال كام؟ 1. وده البلين المايل اللي هو الزد بتاعته بكام؟ 5 ماينس واي. 5 ماينس واي تمام، حلو قوي. يعني انا كده لو شغلت تريبل انتجرال، خلي بالك الفوليوم القانون بتاعه، احنا قلنا قبل كده في الدبل انتجرال يا جماعه القانون بتاعه عامل ازاي؟ زد 2 ماينس زد 1 على دي اريا صح كده؟ تمام. طيب الفوليوم برضو ليه قانون تاني بالتريبل انتجرال، هو التريبل انتجرال لل 1 على دي فوليوم تمام؟ تمام. طيب تعالى بقى ركز معايا، الدي فوليوم بتاعي ده طبعا انا هبتدي بالزد صح كده ولا لا؟ تمام. هبتدي بالزد، من زد ايكوال كام؟ هبدا بالزد ب 1 لحد 5 ماينس واي. زد ب 1 لحد زد 2 ايكوال 5 ماينس واي صح كده؟ تمام. وبعد كده يا اما دي اكس دي واي يا اما دي واي دي اكس صح كده؟ تمام صح. تمام. طيب البروجيكشن بتاعي لما اجي ابص من فوق كده يا جماعه هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى سيركل. سيركل الراديوس بتاعها بكام؟ 3. 3 الراديوس بتاعها ب 3 يبقى شكله عامل كده. تمام كويس. معلش طيب ده
هو مش البلين ده قطع بميل لمش فوق إليبس. ايه؟ لمش فوق إليبس. ما انت لما بتيجي تبص في الدايركشن بتاع الزد من فوق الحز ده وهو ماشي كده وانت بتبص من فوق هيبقى شكله عامل زي تحت في الاكس واي بلين لما يجي يقطع مع الاكس واي بلين. اه تمام. عارف انت ده عامل زي ايه؟ عارف عود القصب؟ اه عود القصب لما الراجل بيجي يشوطه بالعرض لما تيجي تبص من فوق هيبقى شكله عامل ازاي؟ داير دايرة يا دوب يبقى زي إليبس. هيبقى شكله دايرة. هيبقى شكله دايرة. تمام؟ هي السلندر في الأساس مش هي سمكها دايرة؟ أيوه تمام؟ هي السلندر أساسا في الأساس هي دايرة تمام كده؟ إنما هو لما جه قطعه الحز من فوق شكله عامل إزاي؟ لما قطعه بالميل الحز شكله إليبس. تمام؟ تمام تمام يبقى شكله إليبس بالظبط كده. الشكل الميل ده الميل ده انا بشوفه امتى؟ لما اجي ابص في الدايركشن بتاع البلين المايل تمام. انما لما باجي ابص في الدايركشن بتاع الواي من فوق كده في الدايركشن بتاع الواي الواي هنا كده ابص الاقي ايه؟ الاقي الحز صح كده؟ تمام. مش يا جماعه بتاخدوا رسم ولا ايه؟ ايوه ايوه خدت رسم الترم الاول ولا الترم ده؟ الاول الترم الاول خدنا رسم الترم الاول. طيب يا جماعه انتوا عارفين الكلام ده كويس قوي. انت حتى لما تيجي تبص على المسقط الدايركشن بتاع اكس المفروض يبقى شكله عامل كده صح ولا لا يا جماعه؟ تمام تمام ولا لا؟ ايوه ايوه تمام ايوه صح. اه مظبوط كده تمام. طيب خلاص. طيب بالنسبه بقى نرجع تاني لموضوعنا احنا خلاص حطينا لحد هنا احنا قفلنا الزد صح كده؟ ناقصني دي اكس دي واي او دي واي دي اكس لو انا بجيبه من هنا صح كده؟ تمام. هنستخدم البولر تبقى اسهل. ممكن واحد يستخدم البولر يبقى في اوبشن ثالث ان انا استخدم ار دي ار دي ثيتا صح ولا لا؟ تمام تمام. طيب لو انا استخدمت ار دي ار دي ثيتا بدات انا بالدي ار قلت لك بنطلع خط منقط من الاوريجين كده الخط ده بدايته الراديوس بكام ولما خبط في السيركل الراديوس بكام؟ من 0 ل 3 من 0 ل 3 حلو قوي. يبقى من ار 1 ايكوال 0 ار 2 ايكوال 3 وبعد كده هلف الخط المايل ده من اول هنا والف وارجع ليه تاني من 0 ل 2 ايكوال كام؟ ثيتا 2 يبقى من 0 لحد 2 باي ثيتا 1 ايكوال 0 لحد ثيتا 2 ايكوال 2 باي. حد عنده مشكله في الانتجرال ده؟ طبعا لما تيجي تحل الانتجرال ده هتسيب الواي كده زي ما هي ولا لازم تعوض بيها؟ مش الاكس كنا قلنا ان هي ار كوزاين ثيتا والواي بار ساين ثيتا ولا لا؟ تمام تمام تمام. يعني هعوض عن الواي بار ساين ثيتا تمام كده يا شباب. تعال نكملها عشان بس تبقى واضحه لك. ادي انتجرال اهو من 0 لحد 2 باي انتجرال من 0 لحد 3 انتجرال من 1 لحد 5 ماينس ار ساين ثيتا 1 دي زد وعندي في هنا ار دي ار دي ثيتا. انتجريشن بالنسبه للزد الار بالنسبه للزد يعتبر كونستنت ولا لا؟ تمام تعتبر كونستنت.
تعتبر constant. يبقى ال r وافتح bracket 5 minus r sin theta minus ال 1 تمام كده دي r d theta. بعد كده ادي integral اللي هو من 0 لحد 2 pi integration من 0 لحد 3 r افتح bracket اهو 5 minus 1 before minus r sin theta dr d theta. تيجي تعمل integration تعال نظبط بس الشكل يبقى 4r minus r squared sin theta dr d theta. هتيجي تعمل integration من 0 لحد 2 pi يبقى 2r squared minus r power 3 على 3 sin theta بعوض من r1 equal 0 r2 equal 3 d theta. تمام يا شباب؟ تمام المفروض بعد كده عوض بال3 وبال0. الزيرو لما اجي اعوض بيه ليه لازمه؟ لا ملوش لازمه كتير ملوش اي لازمه. طيب يبقى من 0 لحد 2 باي اجي اعوض كده 2 ب9 minus 27 over 3 sin theta d theta. يبقى integration من 0 لحد 2 pi 18 minus 9 sin theta d theta. يبقى 18 theta my integration sin negative cosine أجي أعوض بثيتا إيكوال 0 وثيتا إيكوال 2 باي. لما أجي أعوض بال 2 باي تبقى 2 في 18 بكام يا جماعة؟ 36 باي؟ 36 36 باي 36 بص 9 كوزين 2 باي اللي هي كوزين 0 1 ماينس لما اجي اعوض ده بزيرو كوزين زيرو 9 تطلع لي في الاخر ب 36 بوينت. وصلت يا شباب؟ تمام. هو دكتور هو انا اللي وقفت معايا بس الفوليوم لما بيقفل 1 يعني ده احنا هنحفظها ولا هو كان جايبها في السؤال؟ انت بتبقى عارفها يعني انت ليك طريقتين. وعلى فكره لو جيت تبص كده هو انا لما باجي احل الانتجرال الاولاني ده مش ده انتجريشن بالنسبه لزد؟ تمام تمام. فلما تيجي تحله بقى انتجريشن 1 بالنسبه لزد بزد هاجي اعوض بزد 2 وزد 1 هيبقى زد 2 ماينس زد 1. يبقى مش هو هو ولا لا؟ هو هو فعلا. تمام هو هو مش فارقه خالص. انا عارف انتوا حته البروجكشن دي بس هي اللي صعبه عليكم شويه بس لقطوها ولا لسه؟ تمام تمام. طيب كفايه كده عليكم النهارده ان شاء الله. يعني ان شاء الله المره الجايه بقى ناخد السلندريكال بقى. انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل. انت اعرف ان البروجكشن اللي هو على الاكس واي بلين هيبقى هتبقى السيركل حوالين الاوريجن مش بعيد عن الاوريجن. ما انت الفكره ان السلندر مثلا اللي قدامك دي متسنطره حوالين مين؟ حوالين الزد. يبقى اكيد الزد ده مش معدي على الاوريجن. الكلام ده لو السيركل نفسها او السلندر متحرفه عن الزد اصلا بقى صح؟ يعني مثلا تبقى زد ماينس 3 فتبقى بالظبط كده. بس الكلام ده بيبقى صعب قوي بتتكلم فيه عليه ده صعب قوي 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 عشان ساعتها الار مش تبقى بكونستنت بقى. صعبه قوي اللي انت بتتكلم عليها قوي.